كتنظمها شبكه جمعيات ضحايا القمع والتضييق اللي تاسست 25 يناير الماضي واللي كدير هذه الوقفه اليوم. هي كتضم جمعيات، اسست 14 جمعيه ولكن هي كتمثل عشرات الجمعيات الى ما قلناش المئات الجمعيات اللي ممنوعه من وصل الايداع واللي ممنوعه من حقها في الفضاءات العموميه واللي ضحيه ديال القمع المستمر المتواصل ديال السلطه في المغرب. هذه الوقفه كتجي بمناسبه 15 يوليوز اللي هو النهار اللي دار فيه وزير الداخليه حصاد واحد الصراح في البرلمان كيسب فيه الجمعيات وكيتهمها اتهامات خطيره بدون ما يقدم حتى شي دليل على داك الشيء، واطلق بديك الصراح واحد الحمله ممنهجه قمعيه استبداديه ضد الحركه الحقوقيه وضد الجمعيات الحقوقيه والمجتمع المدني بشكل عام. اذا هذه الوقفه هي لتذكير بان عشنا سنه ديال القمع المتواصل، بان حنا كنستنكروا هذا القمع اللي كذكرنا بسنوات الرصاص، بان هذه الحمله القمعيه هي ممنهجه وهي يعني كتناقض كليا مع اول التزامات المغرب في مجال حقوق الانسان، وايضا كتناقض كليا مع الخطابات الرسميه الكاذبه والتضليليه ديال الدوله سواء في الداخل او في المنتظم الدولي اللي كنشوفوا المغرب كيطالب الدول باش تحمي المدافعين لحقوق الانسان وهو كيكيل المدافعين ابشع انواع التنكيل والمضايقات والحصار والقمع والاستبداد.